والسلام عليكم مرة أخرى في قناة ليونكسس جيمر. الآن سوف أقدم لكم لعبة أخرى من الألعاب الغير مشهورة كثيرا اسمها سكارلت بليد. هذه اللعبة فعلا الأصلية قد تم إغلاقها منذ مدة، لكن هناك سيرفر خاص، يعني سيرفر آخر، يعني السيرفر الخاص والبريفت سيرفر موجود. إذا نكتب في هنا مباشرة، نكتب بليد سكارلت بليد مباشرة هنا. إذا كما قلنا اللعبة في البريفت سيرفر من هذه الشركة التي تسمى بفينديتا جيمين نتورك. إذا ندخل مباشرة إلى الموقع. إذا هذه اللعبة يشاع عنها أن فيها الكثير من اللاعبين يلعبون هذه اللعبة، الكثير من اللاعبين يحبون هذه اللعبة. إذا سوف نجربها، وأول شيء سوف نبدأ به هو طريقة، طبعا هو التسجيل بالموقع. إذا نضغط هنا على انجستخي كي نقوم بتسجيل في الموقع. إذا بعد أن تدخل إلى الموقع تنزل مباشرة إلى الأسفل، سوف نملأ هذه الخانات. هنا نضع اسم الحساب، نضع اسم المعتاد الخاص بي، ثم هنا كلمة السر، تضع هنا كلمة السر الخاصة بك، تقوم بإعادة كلمة السر هنا، ثم هنا تضع الميل الخاص بك، مرة أخرى البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم هنا تقوم بإعادة كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. هكذا وأضع هنا لتأكيد حتى تظهر لنا هذه العلامة، ثم نضغط على register account. إذن سوف تظهر لنا هذه الرسالة بالأخضر، تقول لنا قد تم تسجيلك بنجاح وعليك تأكيد حسابك. إذن سوف ندخل مباشرة لتأكيد الحساب مرة أخرى. ندخل مباشرة لتأكيد الحساب. نضغط على هذه كونيكسيون ونضغط على هذه. نضع الميل الخاص بنا هنا. أضع هنا كلمة السر. سوف نعود إلى هنا، سوف أضغط على جيميل، سوف تظهر لنا على هذا الشكل، سوف تظهر لنا رسالة اللعبة، وهذه هي الرسالة.
بعد أن قمنا بتحميل اللانشر سوف نذهب مباشرة إلى المكان الذي حملنا فيه ذلك الملف. إذن سوف نجده في هذا المكان، سوف يكون في هذا الشكل. إذن سوف نضغط عليه ونقوم بتسطيب اللانشر هكذا موجود في ملف الوينرار. نفتح الوينرار، إذا نفتح الوينرار ها هو، نضغط على هذا الرأس ثم نضغط على فينيش، مباشرة سيظهر لنا الملف هكذا. إذا لم يظهر معك فسوف تجده في سطح المكتب. إذا ندخل إليه ونضغط على install.exe، أضغط على yes. حجم الشاشة كالعادة سوف تظهر لك هذه القائمة، تضغط على أجري. يقول لك هنا سوف تضع هنا، إذا أضغط على next مباشرة. حضرا على الصورة المشينة، قضع علامة هنا واضغط confirm. إذن قد ظهر معنا اللانشر الآن. إذن يتم الآن تسطيب اللانشر على ما يبدو. سوف ننتظر قليلا. إذن حجم اللعبة الكامل هو 4 جيجا فقط، 4.24 جيجا فقط لهذه اللعبة. إذن الآن علينا أن نترك اللعبة لكي تقوم بتحميل الملفات 4 جيجا. إذا نكون قد أنهينا شرح تحميل لعبة سكارلت بليد في فينديتا جيمين. إذن الآن تم انتهاء التحميل كما نرى هنا. إذن نضغط على بلاي. إذن سوف نكتب هنا المعلومات التي سجلناها بالموقع. وضع هنا كلمة السر التي سجلناها في الموقع ثم اضغط على لوجين، وهكذا قد دخلنا بنجاح. الآن نضغط على ستار جيم. سوف ندخل إلى اللعبة الآن. ظهرت لنا هذه، يقوم بتهيئة الدخول. إذن نحن الآن داخل اللعبة كما ترون معنا هنا قد. إذن هنا تضع الكود الخاص بك. ثم تقوم بتكرار نفس الكود في هذه القناة، وهذا الكود تتذكره كي لا تنسى، لأنك في كل مرة تدخل إلى اللعبة سيكون عليك أن تكتب هذا الكود الخاص بك ولحماية حسابك. بعد أن تقوم بإعادة كتابته ستظهر لك هذه القناة العادية، ثم تضع مرة أخرى الكود ثم تضغط كونكت. هكذا سيعطينا السيرفرات، لدينا سيرفر واحد فقط في اللعبة على ما يبدو لنا هنا. إذن نضغط على انتر. حسنا حسنا،
إذا كما نلاحظ لدينا هنا فريقين، إما أن تكون الفريق الأصفر هذا يعبر على الفريق الخير، يعني الخيري الذي يعبر على يعني الأبطال يعني الأخيار، وهذا الصف الأحمر يعبر على الأبطال الأشرار. إذا أنت تختار، هل تريد أن تكون من الأشرار هنا في هذا الأحمر أو تريد أن تكون من الأخيار؟ نحن سنختار الأخيار، ويعطينا هنا. إذا كما نلاحظ لدينا هنا، تختار هنا الكلاس الذي تريد. لدينا هنا ما اسمه هذا؟ الديفندر والمدافع. شادو ووكر هو يعني اللاعب في الظلام. Punisher المعذب. She specializes in blasting away multiple enemies at once from a safe. ثم لدينا الويبر. A powerful melee fighter with excellent range. This arcane sentinel. Quick as lightning and deceptively non-threatening by design. Most enemies won't know what hit them until it's too late. يعني الانيميشن في هذه اللعبة رائع جدا، و يعني ميديك يبدو واقعيا جدا. This battle angel shoulders the responsibility for the lives of our entire party. انظر الى انعكاس الضوء، هذا شيء ممتاز. Cyberblade, a recent innovation in Arc Science. Cyberblades are the first male arcana. They boast powerful chakra buffs and extreme mobility, making them experts in fast-paced combat. لكنني لماذا ارى جميع هذه الاكلاسات للفتيات، لكن هذا الكلاس فقط ما أرى فيه هذا الرجل. هل يمكن هنا تغيير مثلا؟ Shadow Walker. This stealthy killer prowls the shadows and strikes with more devastating melee attacks than any of her sisters. دعنا نضغط select لكي نرى. إذا هذه هي إعدادات، الإعدادات هنا، طبعا الإعدادات. الشعر لديك بعد اختيارات الشعر. إذا اخترنا هنا فتاة، يمكننا التقريب باستعمال الماوس. يمكننا القيام باستدارة باستعمال الماوس. إذا نختار الفاء يعني الوجه، لدينا بضع اختيارات الوجه وأيضا العينين، لون العينين لدينا هنا. واو، ألوان رائعة وجميلة. ثم لدينا هنا ألوان الشفتين الفتيات، أنواع تسريحات الشعر. سنرى الفتاة وبعد ذلك سوف نرى إعدادات الشاب. ثم لدينا هنا لون الشعر، تقريبا يمكنك ان تضع له اي لون تريد بسبب هذه قيمة يعني قائمة الالوان الكبيرة. ثم لدينا هنا، الصراحة لست افهم. اللباس، هذا اللباس. يا إلهي ما هذا اللباس. يا إلهي، هذه اللعبة يعني غريبة جدا، لقد كشفوا المناظر المفسدة. لكنني لست ألاحظ هنا، هل يمكنك أن تختار بين فتاة ورجل؟ هنا تضع الاسم، اسم الم... اذا وجدنا انه في هذه اللعبة لا يمكنك تغيير النوعية، يعني ان تكون ان تختار بين الذكر والانثى في اي فريق. Medic, the only arcana with a healer's touch. This battle angel shoulders the responsibility for the lives of our entire party. اسكتي اسكتي من فضلك حتى استطيع ان اتكلم. نعم،
يعني كل هذه الكلاسات للفتيات، هذا هو الكلاس الوحيد للذكور. لا أدري لماذا لست أذهب. لا إذا أنا سوف أذهب يعني مباشرة إلى هذا، سوف أختار سأختار التسريحة. إذا أنا اخترت هذه التسريحة ثم ذهب إلى الفيس من هنا أضع يعني الوجه، حتى وجه الذكور لديهم هنا يشبه وجوه الفتيات. يبدو أن هذه اللعبة فقط أغلب يعني ما يلعبها الفتيات، لأن فيها فقط الكثير من واو. يمكنك أن تنزل بالكاميرا، واو. سأترك هذا الوجه، ذهب إلى العينين، سأختار وهو اللون الذي سأختاره. بما أننا أصفر سوف أضع هذا اللون لبس، اللون الأسود مثل الوحش. ثم هنا تسريحة، فقط نغير تسريحة. هنا هناك تسريحة جديدة، سأضع يعني سأضع هذه التسريحة، تبدو لي أفضل. هذا اللون الشعر مرة أخرى، أنا أترك اللون الأسود. أظن أن هذا اللون يبدو لي أجمل، سأتركه على هذا اللون. الملابس أترك له هذا اللباس أو هذا اللباس، أو هذا اللباس. هذا اللباس سيكون جميلا، لكن انتظر، الشعر يجب أن يكون أحمر هنا. كان يكون هناك تناسق. أنا أضع له يعني ملابس، ثم هنا تضع له اسم، سأضعه يسير بكرة. ألو كريت، فضغط يعني ضع يسير فقط. هل إن أنهيت؟ يعني أنت متأكد؟ نعم. ندخل مباشرة. إذن أنا الآن في الفريق الأصفر، وهذه هي شخصيتي. إذن سوف ندخل للاعبين لنستكشفها معا. نضغط على است. نحن دخلنا الآن ولا نعرف من أين نبدأ، سيكون على الضغط هنا على ما أعتقد. هناك بعض التوجيهات، سوف أضغط كلوس هنا. ماذا هنا؟ يبدو أن هذه مهمة، ضغط على أكسبت، قمت بقبول مهمة. يمكنني تقريب الشخصية، نعم يمكنني أن أقوم بتدوير حول الشخصيات أيضا.
المشي يمكنني المشي بالكيبورد لوح المفاتيح، يمكنني القفز بواسطة اسباس. هذه بعض الاختصارات. اذا جيد، لدينا هنا الشط. يمكنك ايضا الضغط بواسطة الماوس او التحرك بواسطة لوح المفاتيح. اذا اظن انني ساتكلم مع هذا الشخص على ما اعتقد، لننظر اليه. واو، انها تتكلم. شيت، ما هذا؟ هذه هي مشكلة اللعبة يا اخواني، هذا هو مشكلة اللعبة، لانها يعني فيها هذه الصور الفاضحة، يعني هذه المشكلة الوحيدة يعني في اللعبة، فيها صور فادحة جدا. يعني انظر الى هذا، ما هذا يا اخي؟ هذا شيء مخجل وشيء سيء جدا ومفسد للأسف، مفسد للشباب. هل انهيت هذه المهمة؟ لست يعني لم افهم بعد ماذا يحدث هنا. هنا يقول لك يعني يمكنك القفز بهذه، يمكنك الجري تلقائيا بواسطة الضغط على اغ. هل لدينا يعني المهمة؟ هل لدينا مهمة ما؟ إذا سنلاحظ أن لدي فيها الأوتوبات إنه يتوجه إلى مكان المهمة تلقائيا كما ترى هنا. أوتو، إذا هذه هي يعني أظن أنها لائحة المهمات. ضغطت على يدي ليتجه إليها مباشرة. سنرى إذا كانت هذه هي المهمة الأولى أم لا. نعم، هذه هي المهمة، اتجه إليها مباشرة. انظر إلى هذه يعني ملابس فادحة جدا في هذه اللعبة، هذه هي مشكلتها الوحيدة. أظن أن الأشخاص الذين صنعوا هذه اللعبة منحرفين، لهذا تم إغلاقها يعني رسميا، تم إغلاق هذه اللعبة. لكن البريفت سيرفر الآن، هذا بريفت سيرفر يعني السيرفر يعني السيرفر الخاص، وفيه تحديثات. بما أن فيه تحديثات، هذا يعني أن فيه الكثير من اللاعبين، هذا شيء أكيد. واو، أصبح لدي سلاح، هذا شيء رائع. هنا توجيهات يقول لك اذهب الى تريننج، مكان التدريب. هذه اول مرة العب هذه اللعبة. هنا توجيهات، اذا سوف نضغط هنا مباشرة يتجه الى المكان. بصراحة هذا شيء مريح، لانه تضغط فقط على المهمة وهو يتجه اليها مباشرة، لا تحتاج لان تعذب نفسك في المشي والبحث. يعني المهمات هنا تبدو سهلة. اذا سوف نضرب، اضرب السيرين. المهارة بالارقام، ده لدينا 1 2 3. قال لي اقتل واحد فقط وانا ساقتل اكثر من واحد. شوفوا بعيد الكاميرا قليلا لتتضح الصورة. جيد، جيد. إذا الآن سوف أتجه إلى فيرا مرة أخرى. كما ترون إنه أوتو ترافلين، يعني السفر التلقائي، لا أحتاج لأن أعذب نفسي معه.
يجري من تلقاء نفسه، وهو يتجه إليها مباشرة في الخريطة. إذا يبدو أن المهمة تعرف بعلامة الاستفهام هذه كما فهمت حتى الآن. تضغط على كويست هنا كي تأخذ المهمة أو كي تنهيها. دوبل كليك، تضغط على فينيش. أحيانا يعطونك جوائز، يقولونك اختر جائزتك. فينيش. وهنا تعليمات جديدة تتبع هنا كي تعرف ما يقال لك. قال لك ام لفتح الخريطة، ان لجعل الخريطة هدري، اي لفتح الحقيبة، جي لفتح الكويستات مكان المهمات، و بي لفتح مكان البارتي. جيد، اذا الخريطة سوف نفتح الخريطة. لا ليس هذا، هي الخريطة. لا هذه هي الخريطة، لكن ليست خريطة العالم على ما اعتقد. اوكي، هذه هي حقيبة على ما اعتقد. نعم هذه هي حقيبتي. هنا مكان البارتي. اوكي، اذن هذه هي الحقيبة، هذه هي الخريطة. اوكي، لكن لا ادري اذا كانت هذه خريطة العالم، لسنا متأكدين من ذلك. اذا ان لكي تظهر معك هذه الخريطة بشكل، يمكنك إظهار هذه الخريطة أو إخفائها في هذا الجانب. إذا مباشرة كي نتجه إلى المهمة الأخرى نضغط عليها مباشرة من جانب هنا على اللون الأزرق، سوف يتجه إليها من تلقاء نفسه دون أن نضيع وقتنا في البحث. إذا المهمة الأخرى التي أخذناها، وإله من لباس غريب جدا، والله لا تخجلون من أنفسكم يا سكارلت بليد. لا أنصح يعني هذه اللعبة بأن يلعبها الأطفال أقل من 18 سنة بسبب هذه الصور السيئة جدا. إذا طلبوا منا المهمة، يجب أن نذهب إلى تريفو. يبدو بلا انتظر قليلا، هل هذه نافذة المهمات؟ الكويستات، اذا هذه شخصيتي. اوكي، دعنا نكتشف هذه الأمور. لدينا هنا كال. ماذا يعني كال هذا؟ حسنا، إذا كان لديك حيوان يمكنك استدعائه بهذه الأيقونة كال. ماذا عن شوب؟ شوب بطبيعة الحال سيكون متجر الذي تشتري منه بعض الأشياء. مثلا هذا، ماذا يعني هذا؟ هذه تسمح لك بأن تعود بعد أن تموت، تستعمل في الدنجنز بشكل أكثر، يعني بشكل أكبر. ماذا عن هذه؟ هذه تساعدك على تسجيل اللاعبين في قائمة المطلوبين. هذا غريب، شيء غريب جدا. قائمة المطلوبين لست أفهم يعني هذا، كيف قيمة المطلوبين؟ حسنا،
لنكتشف يعني ماذا تعني هاد كاردز بي بي كاردز. هذه الكارد لا اعرف مدى يعني تعني هذه الكاردات، ربما تساعد في تقوية شخصيتك. إذن لدينا هنا البوزل، تقريبا الليفلات من 10 حتى 14 16. لا أعرف ماذا يعني هذا. دوز سيم تايت، لدينا حتى الليفل 52. أظن أن الليفل 52 هو لدينا 53 54 ربما 54 هو الليفل الأخير في هذه اللعبة، لم نفهم ذلك. لدينا هنا الرانك، إذن لدينا هنا الرانكات، المراتب يعني المرتبة الأولى إلى المرتبة 20 ربما في الـ PvP أو غير ذلك. ثم لدينا هنا الباطل، ماذا يعني هذا الباطل؟ رويال جارد فريك نايتس، يعني هما الجيش، والجيش الأصفر والأحمر، ربما يتقاتلون في مكان ما. إذن المايل هنا صندوق الرسائل، ثم لدينا هنا البارتي، لا يوجد فريق، مكتوب هنا لا يوجد فريق. هنا المطلوبين والحقيبة، هنا تضع ما هو المطلوب. نعم تضع هنا الشخص المطلوب، لا أدري لماذا يعني الشخص المطلوب. هل هناك الهروب من هنا؟ لدينا فيتس، لا أدري ماذا تعني فيتس. هناك عدة أمور تشبه القصائد. لدينا اكسيت الخروج، لدينا اوبشن وهي الخيارات، يمكننا تعديل هذه الخيارات مثلا في الجرافيك. يمكنك ان تقوم ب، لدينا هنا هاي، يمكننا نجعلها لو كي يكون لدينا اداء اقوى في الجرافيك، او اتركه كما هو لانه ليست لدي اي مشكلة من هذه الناحية. ثم لنكتشف معا التيمز، يمكنك البحث عن تيمز اي البحث عن فريق. يمكنك تكتب هنا اسم الفريق مثلا، ربما وضعنا هذا الاسم تلقائيا، لم يجد اي اسم، يعني لسنا فهم اين هم. ثم لدينا نافذة السوسيال، النافذة الاجتماعية، تبدو لي فارغة جدا ولا يوجد اي شيء. لدينا هنا الجيلد، نافذة الجيلد، يمكنك فقط ان تكون عضوا في جيلد واحدة، يجب ان تكون في مستوى 20 او اكثر لكي تدخل الى الجيلد او العشيرة. تحتاج الى 10 من هذه العملة كي تستطيع ان تنشئ جيلدا. اوكي لدينا هنا الماب، خريطة، هذه هي خريطة العالم. واو تبدو لي كبيرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 مناطق. واو
أونوسيا. هذه هي المناطق لدينا هنا إينوسيا ميرهوف هي أونوسيا. آه. الكثير من المناطق يا صديقي. واو كل منطقة فيها خريطة متوسطة نوعا ما، ليست كبيرة جدا. ثم لدينا هنا الكويستات هي المهمة التي أخذتها، هذه هي المهمة التي أبحث عنها، القائمة التي أبحث عنها هي قائمة المهمات، فيها الصيد والجلد والسكواد والدايلي ريبيت فينيش اون هولد. الفينيش هي المهمة التي أنهيتها الآن. جيد، نحن الآن في نافذة المهمات، نرى النافذة الأخرى هي السكيلز المهارات. هذه هي نافذة المهارات في اللعبة. أضغط على أبلاي. لماذا أبلاي هذا؟ يمكننا أن نضغطها، لم نفهم بعد هذه الأمور. إذا هنا لدينا الحقيبة، هل علي فتح هذا الشيء؟ قال هل تريد أن تقوم بتنشيط هذه؟ تنشيط يعني قمنا بتشغيل البيتي. إذا كان لديك حيوان تضعه هنا، يعني يمكنك أن تطور الحيوان أيضا. ثم لدينا قائمة شخصية، إذا فقط هذه الأشياء الموجودة باللعبة. نضغط مباشرة على قائمة المهمات، ثم أضغط على مهمة هنا، ثم أضغط على المطلوب مني، سيذهب مباشرة إلى مكان المهمة. هيا بنا. إذا علينا أن نسافر. أضغط هنا. أظن أنه سندخل، يعني سنسافر من هذه الناحية، لكننا لم نفهم بعد يعني الطريقة الصحيحة للسفر. سوف نعيد الأمر، سوف نأتي إلى هنا ونضغط على هذه الكلمة. إذا سوف نضغط على موف كي يسافر. سيسافر الآن. إذا وصلنا للمكان المراد. إذا سوف نضغط على قتل هذه الوحوش، سوف يتجه إلى مكان الوحوش التي يجب علينا قتلها. بصراحة اللعبة طريقة المشي وطريقة يعني طريقة المشي على الأقل فهي سلسة جدا ورائعة، ليس بها أي مشكلة بالنسبة إلي. إذن علي أن أقتل سكوريج بيضل، هو الاسم هنا اسم الوحش. اذا هذا هو اسم الوحش، قتلت واحدا. حتى قتل الوحوش يبدو هنا ليس بتلك الصعوبة، اذا لقد قتلناه. اضغط هنا فينيش، نهاية المهمة. جيد، لقد وصلنا الى الليفل 2، المستوى الثاني في هنا بعض التوجيهات. جيد انه تملك اللعبة هذه التوجيهات كي تساعدك اكثر في فهم اللعبة. اذا الان لدينا يجب علينا نقتل ثلاثة من هذه الوحوش. تويلايت سوف نضغط، اذا كنا لا نعرف اين يوجد الوحش نضغط عليه هنا، سيتجه الى الوحش مباشرة. ها هو الوحش، اسمه تويلايت. طبيعة الحال اذا قتلنا واحد بقي لنا اثنان. جيد، بقي لنا واحد فقط. اذا تولي لايت بليد الى انت، هو باللون البنفسجي. جيد، لقد قتلناه. ثم لدينا تولي لايت بلت الزولا. انهينا هذه المهمة، علينا الذهاب الان الى سبيرال فاين. إذا نظام المهمات في هذه اللعبة سهل جدا وممتاز، يعني
بعض المهمات تكون فيها قتل وحوش بالمستوى الأول صعبا نوعا ما، لكن في هذه المهمة هناك بعض السهولة في البداية، ليست هناك أي صعوبة أو تعقيدات. طريقة يعني اجتياز المهمات سهلة جدا، فقط بالضغط على كلمة المهمة هنا أو كلمة الوحش يتجه إليه مباشرة دون يعني تضييع وقتك في البحث وغير ذلك. أيضا طريقة التحدث مع الأشخاص، فأنت تضغط على انتر ثم تكتب هنا ما تريد. هاي إذا كنت تريد أن تتحدث مع هؤلاء الأشخاص فيجب عليك أن تختار الاسم هنا الاريا، يعني الاريا يعني أن تتحدث عن جميع اللاعبين الموجودون بالمنطقة. كيف ذلك؟ نضغط على هذه الأيقونة ثم نختار اريا هنا باللون، ثم نكتب هنا ما نريد. هاي قال لك لا يمكنك أن تتكلم في منطقة مع لاعبين موجودين بالمنطقة حتى تصل إلى مستوى 10. إذا لا مشكلة، سوف نصل إلى مستوى 10 بعد ذلك نتحدث معهم. هذا الشخص يمكنه أن يمكنني أن أتحدث معه لأنه بقربي، لذلك يمكنه أن يرى الرسالة التي كتبتها هنا. إذا كتبت له هالو فسوف يجيبني على الرسالة عندما يراها. إذا كما نرى في هذه اللعبة فيها لاعبين كثر، فلدينا واحد يضرب الوحوش هناك، ولدينا هنا لاعب آخر يقف معي هنا. حسنا أيتها الآنسة، ما أخبارك؟ هل يمكنك أن تدليني على الطريق؟ فأنا جديد في هذه اللعبة. المشكلة أن هذه الفتاة تقوم بالإجابة عن أسئلتي باللغة الإسبانية. قلت لها أنني لست أتحدث اللغة الإسبانية، يبدو أنها قالت لي نو الإنجليز، يعني يمكن أن تقول يعني لا تتحدث اللغة الإنجليزية. مع الأسف لا يمكننا التواصل معها. إذن لدينا المهمة التي لدينا هنا الإسبيرال فاين، هي هذه العلامة، نضغط عليها مباشرة من هنا. ها الوردة تتكلم معي، الوردة. اوكي اضغط على نيكس ثم فينيش ثم اضغط على فينيش. اذا انهينا هذه المهمة، اذا لدينا مهمة جديدة سيكون علينا الذهاب واحضار كوميونيكيشن كيبل. اوكي هذه المرة ليس هناك توجيهات لجمع كوميونيكيشن كيبلز، ربما لا سنأخذها مباشرة. لا دعني نقتل هؤلاء. جمعناها مباشرة، جيد. ثم علينا الدخول إلى هذا المكان. نعم يجب الضغط هنا ثم view next next ثم finish. إذا أنهيت هذه المهمة مرة أخرى، ضغط على فينيش
استلام جائزة. وصلنا إلى المستوى الثالث، هذا رائع. نحن نتطور. next إذن عكدت العب هذه اللعبة وتطور نفسك يعني تدريجيا حتى تصل إلى مستوى أعلى. إذن لدينا هنا الليفل 3 الآن، وصلنا إلى الليفل 3. إذن لا تنسى الضغط على الاشتراك والمشاركة في قناة ليونكسس جيمر، وادعمنا بلايك سبسكرايب. من بعد أنا وصلت لليفل 5، ثم يعطي اللباس، لدي لباس متوسط لكنه مقطع. يا إلهي ما هذا اللباس؟ ثم أعطونا هذه في المهمة ونتابع. إذن هذه هي الخريطة الجديدة التي أنا فيها الآن، وهي إينوسيا. تبدو جميلة. وصلنا إلى هذا المكان الجديد، موجود فيه الكثير من العمالقة بعض الأشياء العملاقة، يعني آلات عملاقة. سيكون علي أخذ هذه المهمة. Arcana have a rough life, but they're engineered to handle it. لقد لقيت الجائزة. I doubt Mother designed you for wasting time with idle chit-chat. قبلت المهمة فظهر لدي هنا. Humanity is at a crossroads between life and death. نعم جميل. You are Kana, so violent. It's like poetry. Humanity is at a crossroads between life and death. سيكون على قتل 10 من هؤلاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.